احنا مشكلتنا الازليه كنا كعرب ان احنا لا نحسن استخدام الاوراق. اقدر اقول لك مؤخرا، وده اللي كنت لسه بقوله حتى قبل التقرير اللي فات اللي كنا بنرصد فيه اراء المواطنين المصريين حول رؤيتهم لجهود الدوله في دعم فلسطين ودعم الدوله ودعم الشعب الفلسطيني، احنا لازم نلعب صح. معانا على التليفون سيد مجيد بودن المتخصص في القانون الدولي من باريس، اهلا بيك. اهلا. كده الصوت اكثر وضوحا. كنت اتساءل عن الاوراق التي يجب ان تطرح ويتم اللعب بها من قبلنا جميعا لاجل تعزيز الموقف الفلسطيني. الورقة الاساسيه هي قرار محكمه العدل الدوليه الاخير بطلب من جنوب افريقيا، والذي يقول بشكل نهائي ان الفلسطينيين لهم الحق في الحمايه الدوليه كشعب، ولهم يعني هذه الحماية الدولية من القانون الدولي وعلى أساس القانون الدولي. وبالتالي إذا كانت هناك حماية والآن الحماية صارت يعني كحق مكتسب، فإنها يمكن أن تطالب على هذا الأساس بكل ما هي مكونات الدولة الفلسطينية، أي تذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطلب منها بالموازاة مع العضوية الكاملة، تطلب منها الدخول في أي اجتماع، حضور أي اجتماع، تقديم أي طلب للتلقيح، للمساهمة في كل أعمال الجمعية العامة. وهذا القرار أقر ذلك القانون مرة أخرى، أي الآن فلسطين يمكن لها أن تدخل في أي مفاوضات ومداولات بدون أن تلتجأ إلى دولة أخرى لتقديم ذلك باسم تلك الدولة. وبالتالي هذا حق جديد اكتسبته مؤخرا الدولة الفلسطينية، حتى في ظل رفض مجلس الأمن لهذا القرار. حتى في ظل رفض مجلس الأمن، لم يرفض ذلك، هي التوصية لم تأتي من مجلس الأمن. ما يقوله القانون، يعني النظام الداخلي للجمعية العامة، أن الجمعية العامة تقبل الدول الأعضاء بتوصية من مجلس الأمن. ليست هناك توصية، ولأن الولايات المتحدة إلى حد الآن ترفض. صحيح. ولكن نرى أن رفض الولايات المتحدة لن يكون نهائيا ولن يمكن أن يتواصل، لأن الوضع فيه متغيرات، لأن محكمة العدل الدولية نطقت بحقوق حماية، أي المجتمع الدولي عليه حقوق، واجب حماية الحقوق الفلسطينية. وبالتالي هناك إمكانية بأن تدخل الدولة الفلسطينية الآن، فلسطين كدولة، إلى كل منظمات الأمم المتحدة وتطالب بأن تساهم في الأعمال بشكل فعلي بدون أن تمر عبر وصاية أي دولة أخرى. وهذا أقرته الجمعية العامة. الجمعية العامة هي حرة في أن تنظم أعمالها، هي مرتبطة بتوصية مجلس الأمن في مسألة العضوية الكاملة، ولكن ليست مرتبطة في أن تدير أعمالها بالشكل الذي تراه، لأن مجلس الأمن لا يدير أعمال الجمعية العامة، له خصوصياته الأمنية وليست خصوصياته في تسيير الجمعية العامة. صحيح. النقطة الأخرى وهي مهمة، أن مجلس الأمن اختصاصه أن ينظم السلام في العالم، ومسألة بناء الدولتين يعني إسرائيل وفلسطين يجب الآن الدخول إليها من هذا المعبر الذي فتحت الجمعية العامة أمس ومحكمة العدل الدولي، أنه لا يمكن التفاوض على حل دولتين وأن هناك دولة موجودة ودولة ستولد بعد المفاوضات. والصحيح هو أن هناك دولتين وجدتا بقرار 1947، وهي أن هناك دولة إسرائيل ودولة فلسطين، وبالتالي دولة إسرائيل هي موجودة
بقرار من الجلسه العامه للامم المتحده. لكن هناك معضله ما يا سيد بودن، انه هذا القرار اللي صدر في 47 صدر محددا المناطق العربيه ومحددا المناطق الواقعه تحت سلطه الاحتلال الصهيوني مسميا اياها بدوله اسرائيل. هذه المناطق الان غير واقعيه، يعني لم تعد نفس ذات الخريطه كما هي، بل تغيرت مرة أخرى في عام 67 وتغيرت بعد 67 وتغيرت يمكن حتى بالأمس القريب، يعني أن الاحتلال يمارس نفس ذات سياساته هي منذ أن وطأت قدماء الأراضي العربية في بدايات القرن العشرين من قبل إعلان الدولة. هو يقيم المستوطنات ويقيم احتلالا ثم يطلب الاعتراف به كجزء لا يتجزأ من دولته المزعومة. يعني يمكن دي تكون واحدة من المعضلات الكبرى أمام الاعتراف بالدولة، أين الحدود السياسية لهذه الدولة؟ دي المشكلة. احنا كمصريين بنتكلم على مقاربة واضحة جدا، انه هذه الدولة حدودها هي ما قبل 4 يونيو 1967، وانه عاصمتها هي القدس الشرقية. يمكن ده شكل الحراك اللي لازم كلنا نتحرك فيه امام الامم المتحدة، انه ايوة انا لدي دولة، هذه الدولة حدودها كذا وكذا طبقا للمقاربة المصرية. ومن هنا نستطيع، مش هقول لي ذراع احد، ولكن فرض أمر واقع. هذا هو الأمر الواقع، دي خريطتنا، ده عالمنا، دي دولتنا، دي ده رئيسنا، دي حكومتنا، دي سيادتنا، وبالتالي كل ما هو فوق هذه السيادة أو يتغول عليها هو احتلال. أشكرك مرة تانية سيد مجيد بودن المتخصص في القانون الدولي من باريس.